تتكلم جد؟ يعني انا قبل ما تجلسون هنا البس النظاره عشان تشوف. لا 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 انا ايش قلت لكم؟ ايش؟ وش قلت لكم قبل شوي؟ يوم تقولون بجلس بالدوار، من يسب الدوار؟ ايش قلت لكم؟ اصلا انت عمده؟ قلت لكم يا عيال في ابشركم شاء الله. يا ولد اصبر. طبعا لك منهم. تدري منهم؟ صح المس الشهر حقك صح؟ خليني اتكلم. تدري منهم اللي خربوها؟ ايه اول واحد وهذا. ما هي مشكله. بس لا جاكم خاصم ولا شيء لا تقول بسبة عبد الله حيل. لا لا لا. نفسك نفس غيرك. لا لا لا. بس لا لا. كيفكم؟ اه عبد الواحد يلا. تعال تعال. عبد الواحد. اصبر. يلا يا سالم. الشيء اللي سويناه. الشيء اللي سويناه. ما اسمه قلة حياة. لا 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 ما يبقى قلة حياة. احترم نفسك والزم لسانك. ما يبقى قلة حياة. حنا نجلس هنا في الدوار. نعم هذه جلسة ولكن اعطيتكم خبر قبل شوي داخل قلت يا عيال مالك لا الدوار ليش مزينها؟ ليش مضايق علينا؟ ليش مضايق علينا عبد الله؟ يا عبد الله صل على النبي. في مليون مكان صل على النبي. في مليون مكان صل على النبي. لا عبد الله عبد الله عبد الله ما يصير الكلام هذا. حتى انا بروح ازين المجلس وارتبه ايوه اقول لحد يجلس فيه ليه خربه وبقول لحد يجلس بلا حد يجلس في المجلس دع المكان كما كان انتم جالسين هنا طول عمر سلامه قلت لكم يا عيال اجلسوا بمليون لوكيشن الدوار مضبطها ومعدلها ليه 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 انا بروح اجلس في المجلس الحين وبرتبه واقول لحد لا حد يجلس اي انا مظبطه انا بقول انا مظبط طيب انت تشوف هذا مكان جلوس هذا مكان جلوس نعم انت فاهم اللوكيشنات نعم انا هنا والله العظيم اني ارتاح لا لا جلسه الدوار ومن زمان من بدايه البرنامج احنا نجلس هنا تعال بس انا ما حل الموضوع خلاص حل الموضوع يا بس تحل المشكله والله بسبه عبد الله حربي وعبد الله حربي يا استاذ عبد الله خلاص يا ولد انا كلم عبد الواحد نبي الرتبه نبي الرتبه لا لا اصبر اصبر شوف شوف لا لا والله ترى لا ترى اصبر اصبر لا والله ترى اصبر 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 هذا شيء يعكس على شخصيتي لا لا ترتيب مرت مرت انا رجال شفت المكان ما هو مرتب جيت انا جيت هكذا حلو يا ولد خلوني اتكلم يا ولد تفضل صلى الله وبارك اسمع 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 اما لو اني مخرب لنا المجلس انا ما قلت خرب المجلس هذا ما هو مكان جلوس الا مكان جلوس احنا من بدايه البرنامج احنا نسينا خلني اتكلم كيفكم اذا لا 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 تعطيني بقفاك تعال عطني وجهك مثل ما كلمتك بوجهي عطني وجهك انا قلت لكم صلى الله وبارك خلاص خلاص جاكم هنا شيء حبيبي مثل ما سمعنا لك اتمنى تسمع منا يا ولد خلوني اضحك تفضل ارجعي هرج شوف هاي اسمع طيب دامك تدري اني هرج والله لا اضرك اسمع الكلام اللي الكلام اللي ياكل الكلام حنا والله لا خربنا لا والله خربت لا لا ما والله ما خربت حيود ان امنعناها عشان نجلس خربنا يا رجل الله يرحم والديك بعدين حنا من يوم واحد من ايام التصفيات الى ذا اليوم وحنا نجلس نجلس هل هذا مكان جلوس؟ نعم ايوه انا اشوفه مكان أيوة جلوس ومكان سمره وفله وبسطه وناس خلاص تبغى تخصم الله يسر امرك انا ما قلت اني انا بخصم انا لا قلت لا جاك خصم لا تجي تقول والله بسبت عبد الله لا 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 انا ماني اذا قد انا جيت رتبت المكان رتبته ضبطته اعطيته المكان شكل خلاص خليت المكان احلى من اول من اللي قال لك تيجي من اللي قال لك ان احلى ما حد عط ما حد قال لي انا كذا من راسي حبيبي صافنها جنب بعض كانها فقرات يا حبيبي قال لك نوع نوع اللوكيشنات بس ما تجي حبيبي مسويها كانها بيت عنكبوت ليش هنا لوكيشن والله يا طول عمر السلام انا انا قلت لك بعدين الاداره تدري الاداره تدري ان احنا نجلس في هذا المكان ايوه انت خربت صح ولا لا لا ما خربت لا لا انت اللي خربت والله شليت فيكم انت اللي خربت مكان كذا بس لا خصم انا 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 هذه عندي مشكله بس لا جاك خصم من الاداره بسبه انك لا مو من الاداره انت جيت تقول اصبر 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 انت تحاكيت تحاكيت اصبر اصبر انا اقول كلام انا اقول كلام شوف 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 اسمع لا جاك خصم من الاداره تقول تثبت عبد الله اوكي اوكي اسمع 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 كثار الكلام ما منه سنة نعم اما لو اني كاسرين شيء اسمع انتم يوم انتم جالسين هناك قلت يا عيال اللي في نص الساحل حيق فيها قلتوا لا اللي بنخربه ما ادري وش ومن قلت يا عيال ما هو مكان جلوس اجلسوا داخل اجلسوا هنا هذا كراسي يا رجل هذه كراسي الهنجر داخل فيه 20,000 كرسي ما جلستوا اللي هنا ايوه لا اله الا الله خلنا نتكلم وخل كثار الكلام كثار الكلام لا انا اعطيك الزبده الكلام أنا اللي عليه الكلام ولا انكثر انا اعطيك الزبده الكلام اللي عليه الكلام يا رجال خلني اتحاكى كلهم علي اتحاكى يا عبد الواحد انا ما كسرت بس خربت ولا شليت ثيل من مكانه ولا حرقت ثيل خربت ماني ايه مثل غيري خربت ايه انت سمعت انا جيت انت المقصود جلست الكلام الواحد يعرف ايش يقول يا عبد الله خلاص مو مشكله بشيل الدبابه اجلس في مكانه بقول انا ما خربت شيء بس بعدته اي وبعد طيب روح خلاص روح شيل لمح له واجلس ما حد قال لك تعمل شيء هذا انا ما اعطي ما حد قال وقايل لكم يا المشكله مو هنا المشكله اني منبهكم هذه ما هي مسؤوليتك انك تعطي المكان شكل لا مسؤوليتي لا لا ما هي مسؤوليتك ما هو بنت لا لا انا ما هي مسؤوليتي مو مرتب رتبته ما هي مسؤوليتك مجلس وسخ اجي انظفه اعطي المكان شكل لان المكان يمثلني انا غيرك يكفيك
لا لا غيرك يكفي لا ابدا لا لا لو شكلك كذا من البدايه لو شكلك كذا من البدايه كان انك انت على العموم بس لو اسمع خلاص تكلم عبد الله صلوا على النبي النقطه انا جيتكم هناك قلت عيال اللي بالنص انا مرتبها ومضبطها اجلسوا اماكن واجد واحد منكم والله الذي نفسي قال لا مشينا خلينا نتكي فيه بنوخر وبنخلي طيب نتكي من البدايه عبد الله هنا ليه ما نتكي ما وخرنا الا هذه طيب وش المشكله جلسنا ما وخرنا الا هذه منثره شوف عادي موجوده الى هنا وش اللي منثره وهذه موجوده ما لنا شيء ليه انت تشوف نفسك ما خربت ما خربت شيء ابد ابدا ابدين اثنين ابدا ثلاث ابدات ثلاث ابدات يا الله يرحم والديك والله ما انت والله انت من الحبه قبه والله انما سالم الله يسلمك قال احنا مسافر انا استانس قلت لك عبد الواحد داخل وحنا نلعب قلت يا عيال يوم يجيكم عبد الله قالوا تنوع في اللوكيشن قلت لكم يا عيال اجلسوا في كل مكان الا هذه انا مرتبها مضبطه طيب اعطيتها شكل للقناه يا اخي مين شكل مين حلو يا عبد الله شو اللي قال لك اصلا هم البدايه ما هم مسوين كذا صح هم من هم الاساس ما هم مسوين كذا طيب انا من هذا شكل من راسك هذا ابتكار طيب ابتكار تمنع اخوياك يجلسون معليش شو منعت اخوياك اي تقول لحد يجلسون مليون مليون مكان في الهنجر مليون مكان ما يجلس الا هنا من البدايه ما دخلنا القريه وحنا نحب نجلس هنا الهاوس في ناس تجلس المجلس في ناس تجلس انا ماني بمانعك خلاص ما تمنعني انا نبهتك لا تجي تسوي حيود تسوي حبه انا نبهتك وفوق ذلك تقول لا تجلسون هنا مليون مكان عجلني ما جلسوا الا هنا ما جلسوا زبدة الكلام لا اذا جاك خصم ولا شيء تقول والله يا عبد الحرب انه بسبتك زيك زي غيرك بس انت الكلام صلى الله وبارك ها خلا يا خصم شيء انا ما سويت شيء غلط سالم ولا انا والله فانا اقول بيديك ورجليك يا عمي ما سويت شيء غلط انا لو سويت شيء غلط اعترف به هو اللي شد وانت تدري بالشيء هذا هو اللي شد لا تجيني تكثر علي كلام وتقول قله حياه ماني بقليل الحياه ماني بقليل الحياه انت سويت شيء غلط لا خلاص انا كلامي ما اشوف سويت شيء غلط اذا شفتني لا جاك شيء غلط لا جاك شيء غلط لا تقول بسبه عبد الحرب غلط وردها بغلط خلاص بس انت ايوه لا جاك شيء غلط لا تقول بسبه عبد الحرب زيك زي غيرك اذا جاني شيء لا جاء شيء قام يصيح اذا جاني شيء صح رديته بصح واذا جاني شيء والله الذي لا اله الا هو اذا جاني شيء والله الذي نفسي بيده والله اللي نفسي بيده انك تدري اللي سويته غلط والله ما سويت شيء قاعد انك تكابر انه مو غلط والله ها ما في شيء والله نقاش عادي يا رجل نقاش عادي نقاش تعال واخبارك تمام